السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نطل عليكم قبيل المنازلة الكبرى التي يحتضنها ملعب مدينة خليفة الرياضية بالبحرين، عندما يواجه منتخبنا نظيره منتخب إيران في مباراة مهمة لتحديد بطل المجموعة الثالثة وحامل بطاقتها للعبور إلى التصفيات النهائية. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بمشوار منتخبنا بالتصفيات، فضلا عن مستوى الأداء أمام منتخب هونغ كونغ، سنطرحها ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام مع محور حلقتنا المكرس عن منتخبنا الكروي والمباراتين التي خاضها بالتصفيات أمام كمبوديا وهونغ كونغ، فضلا عن المواجهة الحاسمة أمام منتخب إيران التي لا يمكن أن نطلق عليها سوى أنها مصيرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نعم، هي مباراة حاسمة ستعطي لكل مجتهد نصيب، نأمل فيها أن يكون الأسود على الموعد لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي، نتابع. هناك كرة خطيرة، أولى تصويبة، أولى، يا الله! اختبار من نوع خاص، مباراة شعارها نكون أو لا نكون. أسود الرافدين حققوا العلامة الكاملة لمبارتين حصيلتهما 6 نقاط، لكنها وضعت أكثر من علامة استفهام على طريقة ومستوى الأداء. ففي المباراة الأولى أمام كمبوديا سجل لاعبون 4 أهداف مقابل هدف دخل مرمانا، لكننا لم نطمئن لطبيعة الأداء ومستوى الدفاع عن المرمى. فيما أسفرت المباراة الثانية أمام هونغ كونغ عن هفوات كثيرة وأخطاء جمة، حتى الهدف الذي دخل مرمى الفريق المنافس جاء بنيران صديقة. اليوم نحن أمام اختبار جديد وخصم عنيد يمتلك كل الحلول، خصوصا أنه سيدخل المباراة بخيار الفوز فقط، فهو كفيل بأن يضعه على صدارة المجموعة الثالثة، بينما سيدخل منتخبنا بخياري الفوز والتعادل ليكون أكثر هدوءاً وأفضل حظوظاً من خصمه الإيراني الذي أذاقه في جولة الذهاب مر الهزيمة عندما هز شباكه على عباس بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع من المباراة التي ضيفتها العاصمة الأردنية عمان. الأهم في هذه التصفيات أنه شلون ناخذ 3 نقاط، ممكن إحنا وضعنا الأفضل هسه في المجموعة، فأعتقد المستوى راح ينسي، فإحنا وهدفنا أول أنه شلون نحقق بطاقة التأهل، إن شاء الله نحقق البطاقة الأولى. مباراة حاسمة مداها 90 دقيقة ستعطي لكل مجتهد نصيب، فربما يكون الأسود على الموعد مع النصر، ولو أن هاجس الشك ينتاب كل من تابع المبارتين الماضيتين، وربما يتسلل اليأس والقلق إلى نفوسنا إذا ما شاهدناه من تخطيط غير دقيق وعدم وضوح خطة وتكتيك المنتخب العراقي الذي دائما ما يضيع من وقت لآخر خلال مجريات المباراة، لا سيما أن هناك خلل واضح في خطي الدفاع والهجوم. لنبقى نراهن فقط على خط الوسط الذي يعد أفضل الخطوط ومفتاح لعب الفريق العراقي. تغلب مباراتين رغم أن الأداء ما كان بالمستوى المطلوب، لكن أنا كلاعب منتخب صار لي فترة طويلة أشوف أنه في ظل الظروف اللي قاعدين نعيشها أعتقد أنه نتيجة ممتازة. حققنا الأهم هي 3 نقاط، لحد الآن إحنا متصدرين. تبقى المباراة الأهم هي مباراة إيران. كنت تعرف مباراة مهمة بالنسبة لنا، آخر مباراة بالمجموعة، تعرف 3 نقاط تنطينا صدارة إن شاء الله لمجموعتنا. إحنا كلاعبين كقاعد تدريبي هذا هدفنا. لنطوي صفحة كمبوديا وهونغ كونغ اللتان باتتا من الماضي القريب، ونجعل جل اهتمامنا وتفكيرنا ينصب على المنتخب الإيراني لنكون له ند عنيد بعد أن استسهل الأمور إثر تغلبه على منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وحتى البحرين الذي أذاقه مرارة الهزيمة في عقر داره، ليجرد منتخبها من خطورته ويلغي أحلامه بالتأهل ولو على البطاقة الثانية. فلا بد لنا أن نضع بالحسبان كل الاعتبارات، لأن كرة القدم أم المفاجآت وتبقى مفتوحة الاحتمالات، وعهدنا بأسود الرافدين كبير جدا، فهم ذاتهم من أفرحونا قبل 14 عاما عندما اعتلوا منصات التتويج في جاكرتا
ليتوجوا بكأس آسيا بكل فخر، وها نحن نسعى اليوم لإعادة ذلك السيناريو الذي بات حلما صعب المنال. افرح يا عراق افرح، افرح يا مجروح افرح، هكذا هو العراق، هكذا هو العراق، عليك مني سلام الله يا وطني. مشاهدينا، لو حسبناها على الورق نرى أن منتخبنا سيدخل المباراة أمام منتخب إيران بخياري الفوز والتعادل ليضع بطاقة التأهل بجعبته بكل أريحية، فيما يدخل منتخب إيران بخيار الفوز فقط ليضمن لنفسه بطاقة التأهل، وأحيانا قد يكون صاحب الخيار الواحد أكثر حظوظا من صاحب الخيارين، لكن يعني يبقى منتخبنا صاحب القدح المعلّى لامتلاكه 17 نقطة، وما يحتاجه فقط نقطة واحدة لتضعه على السكة المؤدية للدور الأخير من التصفيات، بينما يمتلك منتخب إيران 15 نقطة وهو بحاجة إلى 3 نقاط لكي يضمن التأهل رسميا، في الوقت الذي يعني يدخل المنافس الثالث منتخب البحرين صاحب الضيافة المعادلة التنافسية، لكن يعني بحظوظ شحيحة جدا وربما تكون مستحيلة، فهو يمتلك 12 نقطة ولديه مباراة واحدة، حتى وأن حقق الفوز فيها على منتخب هونغ كونغ فإنه سيصل إلى 15 نقطة، وهذا يعني الرقم لا يغير من الأمر شيئا، بالتالي يكون خارج الحسابات ويلتحق بمنتخبي هونغ كونغ صاحب 5 نقاط وكمبوديا الذي يمتلك نقطة واحدة فقط. عندنا توجه واحد، هو إن شاء الله أنه ننظر للمباراة إيران هي الفوز ولا غير هذا لضمان التأهل إلى الدور النهائي لتصفيات كأس العالم. الأمور طيبة، المدربين أيضا بوضعية نفسية أريح، فإن شاء الله النتيجة تكون بصالح العراق ويظهر المنتخب الوطني العراقي الصورة الحقيقية لمستواه الحقيقي. مشاهدينا، يعني بخصوص مشوار منتخبنا بالتصفيات وما حصل خلال مباراتي كمبوديا وهونغ كونغ يعطينا انطباعا أن منتخبنا يحتاج يعني إلى وقت للعودة إلى سابق عهده، بعدما كانت السمة البارزة لأداء لاعبينا تبين أن هنالك تباطؤا بالحركة فضلا عن تبادل الكرات في المناطق الآمنة من دون إيجاد الحلول بشكل فعال نحو مرمى المقابل، ورغم ذلك نبقى نمني النفس بأن أسود الرافدين قادرين على تقديم الأداء العالي. وإذا عدنا بذكرياتنا إلى مناسبات سابقة نجد أن لاعبينا لطالما ما وضعونا يعني في عنق الزجاجة وهم أنفسهم من يخرجنا منها مرفوعي الرأس، وهذا ما يدعونا إلى التفاؤل نوعا ما بإعادة السيناريوهات السعيدة التي يعني جمعتنا بالمنتخب الإيراني وخرجنا منها متفوقين ومنتصرين عليهم. تحياتي إلى استوديو صدى الرياضة، حقيقة أنا كنت متابع المباراة لا عليها تعليق، هي من طرف واحد، نتمنى الفوز يعني لمنتخبنا، لكن المباراة مع إيران جدا صعبة، نتمنى أن يكون بها تصحيح لأنها مصيرية، ولو ضمننا صعودنا لكن الأداء غير مرضي للجميع من شاهد المباراة. في الملاحظ أن منتخبنا الوطني دائما ما يعاني أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي، وذلك لأنه يعني بطيء في تحضير الهجمة ولا يمتلك الحلول الناجعة لإحراز الأهداف، ولكن كلنا ثقة بلاعبينا أن يكونوا على قدر المسؤولية في مباراة المقبلة أمام إيران وأن يتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية.
مشاهدينا، نستقبل ضيف صدى للحديث عن مشوار منتخبنا بالتصفيات، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن واقع حال منتخبنا وحظوظه وما آلت إليه نتائج مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022، فضلا عن كأس آسيا 2023 في الصين، ينضم معنا عبر السكايب من مدينة دهوك في شمال العراق اللاعب الدولي وقائد منتخبنا الوطني السابق حيدر محمود. أهلا بك كابتن، سعداء بحضورك المميز معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ بلال وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. وأنا الأسعد أخي العزيز. لنبدأ كابتن حيدر من حيث انتهت مباراة منتخبنا أمام هونغ كونغ، والتي انتهت بفوز منتخبنا بهدف يتيم جاء يعني بنيران صديقة، كيف لك أن تحلل أداء منتخبنا في تلك المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد عزيزي بلال، يعني المنتخب العراقي من دخل التصفيات وخصوصا هو المصدرها منذ أول مباراة ولحد هاي المباراة الأخيرة، ثقافة اللاعب العراقي، أنا أتكلم دائما أقول يعني ثقافته محدودة يعني، وفكرة أيضا محدود من حيث عدم ثبات الشخصية للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي عنده الهوية نعم، لكن فاقد الشخصية، وذلك من خلال المباريات التي مع الفرق اللي يمكن هي أدنى مستوى من منتخبنا، أو نقول هي بعيدة عن منتخبنا، وهذا ما حصل من خلال مباراة كمبوديا ومباراة هونغ كونغ. وظهرت هاي حقيقة، أنت من عدم احترامك للفريق المنافس المباراة الأولى أمام كمبوديا تظهر بمستوى غير جيد، مستوى غير مطمئن، على العكس كمبوديا اللي فريق هو حديث، شوطين هم مستعدين، شوطين قدموا مستوى جيد، لكن أعرف أن اللاعب العراقي لك عنده ثقة بأنه بأي لحظة يسجل هدف أمام هذا الفريق، نقول إيران أو البحرين التي تحترم كل فريق مقابل لها. اما المباراه الثانيه مع هونغ كونغ، وانا قلت هي المباراه الثانية اهم، هي اللي راح تاهلنا وليس مباراه ايران، وهذا ما حصل فعلا امام هونغ كونغ. يعني رغم التشكيل كان يعني ممكن نوعا ما لاعبين المفروض كانوا يشاركون في هذه المباراه، وخصوصا مثل ايمن قلنا لان هم خساره قام هونغ كونغ ولاعبين ككتل دفاع، لان التعادل والفوز يفيدهم حتى يكون بالتصفيات، اما اذا خسروا ما راح يرجعون للمربع الاخير اللي هم سنوات يمكن عجاف لم يتأهلوا الى تصفيات كاس العالم. المفروض كان يعني ايمن موجود مع ميمي ونلعب الكرات العرضيه، هاي افضل حلول في حاله التكتل الدفاعي، لكن للاسف لاعبينا ايضا ما احتمل الفريق المنافس، جاء الهدف صحيح بخطا من المدافع، لكن هي هاي الثقه اللي عند اللاعب العراقي، يقول لك باي لحظه اني اسجل هدف، اجل هدف، لو ما جاء الهدف انا اقول لك شان نوعا ما تغير الاداء، تغيرت الروحيه، ممكن تحدي، ممكن يغير تغييرات كاتينيتش، لكن اسلوب كاتينيتش اللي كنت انتقده قلت لك سابقا يعني بالنسبه للادوات الموجوده له دائما يفضل الدفاع على الهجوم، وهذا ما حصل، انت تنظيم دفاعي يعني في الوسط او في المنطقه الدفاعيه يعتمد على الكرات المرتده، لكن المباراه امام ايران لا راح تختفي كل المعايير، لان نعرف اللاعب العراقي عد المحن، هو تظهر الغيره والروحيه والشجاعه والتحدي، اكيد كل الشعب العراقي. كابتن نعم. حيدر، يعني فعلا مثل ما تفضلت، واذا عدنا للوراء قليلا في الفتره الاولى من التصفيات عندما تمكن منتخبنا يعني من تحقيق الفوز على ايران في الاردن وتعادل مع البحرين ذهابا وايابا، يعني البعض والجميع يعني اتفقنا بان المستوى العام لمنتخبنا كان جيدا، لكن اليوم ورغم تحقيق لاعبينا يعني مثل ما تفضلت انتصارين مهمين، إلا أن أغلب المتابعين والمحللين وطبعا الكباتن أمثالك يعني تقريبا غير راضين ولا مقتنعين. أكيد يعني غير مقتنعين أستاذ بلال، والبعض ممكن ينتقدني، الشوطين هم المستعدين، الشوطين إحنا ما دخلنا أجواء المباراة، إحنا فزنا صحيح 4 أهداف لكن مو ايضا سجل هدف، لكن احنا ما داخلين لحد الان يعني لحد اخر دقيقه اجواء المباراه، وذلك من خلال قلت لك وليس الاستهزاء، ولكن هي الثقل بالنفس الزايده، واقول اني هذول كمبوديا ما
ما ألعب كرة جماعية، ما أني أنظم فريقي اللي وضعه كاتنج حتى أقدر استخدم هذا الأسلوب أمام إيران أو أمام هونغ كونغ. لكن هذا أشوف ما حصل، لقينا صعوبة أمام هونغ كونغ، لكن تختلف كل اللي قلت لك المعايير. أمام إيران قلت لك إيران فريق يمكن أفضل فرق المنطقة هنا في آسيا، إيران اللي هو مستعد أمم آسيا، إيران اللي هو صاعد كأس العالم 3 مرات، ومباراة لها طعم خاص أكيد، يعني كل الناس ترتقب، كل المشاهدين، كل المنتخبات، حتى الاتحادات العالمية والخارجية والداخلية ترتقب لهذه المباراة. فاللاعب أكيد يريد يبدأ، يريد يبين، كل لاعب يريد يفرح أهله، عائلته، شعبه، جمهوره. قلت لك تختلف الرؤية أمام إيران إن شاء الله. يعني كابتن حيدر، نعم كابتن حيدر، يعني خلي نجزئ الأحداث. أنت لاحظت أن المدرب كاتانيتش جرب أكثر من خطة وتكتيك، يعني من وجهة نظر فنية بحتة، أين يكمن الخلل في تشكيلة منتخبنا؟ هو الخلل، إحنا عندنا دفاع، يعني أضعف منطقة عندنا منطقة الدفاع. لكن أنا يمكن كلمت وياك حضرتك كاتانيتش في الفترة الأخيرة والمباراة التجريبية، غير من أسلوب الفريق، اللعب ب5-3-2 أو 5-4-1، وهي 5-3-2 يعني اللي هم 3 مدافعين ثابتين وأطراف اثنين. هاي أفضل تنظيم وأسلوب للمنتخب العراقي، كون إحنا نفتقر إلى المنظومة الدفاعية بشكل أجمع، والخط الدفاعي يمكن عندنا أضعف خط. وشوفت أغلب الفرق يمكن دائما تقدر أسجل هدف، وكمبوديا سجلت هدف، وقبلها سجلت هدف، لكن الأسلوب اللي غيرك في هذه المباراتين أنا أقول لك يعني ألف على استفهام، ما أعرف. طيب اسمح لنا أن نتابع ما قاله ذوي الشأن والاختصاص، ولنا عودة. خليك ويانا كابتن. ومثل ما معروف أنه الفوز يضيع بعض السلبيات، لكن وقعنا اليوم في بعض السلبيات الكبيرة جدا رغم وجود الإيجابيات. الإيجابيات كان المنتخب العراقي متسيد الملعب، كانت الحيازة أغلبيته إلى المنتخب العراقي، لكن بقت المباراة على رغم واحد، لم نستطع أن نغير طريقة لعبنا حتى في الشوط الثاني رغم التبديلات اللي صارت، بقت النتيجة على ما عليه. نفتقر إلى الهجوم السريع، إلى الهجمات المرتدة، إلى دقة المناولات في منطقة جزاء الخصم. من السهولة كنا نضيع الكرة في هذه المناطق، رغم ضعف الخصم كنا نتفوق عليه بدنيا. للأسف كان عندنا بعض اللاعبين كمهند أو أيمن أو علي عدنان كان يعني مستواهم البدني أعلى ويمتازون بالطول، كان يعني نغير رذم المباراة من الكرات الجانبية أو من العمق أو التهديف من مناطق بعيدة. للأسف كل هذه الأمور ما صارت. رغم هاي يعني الحمد لله رب العالمين، الفوز خلانا في صدارة المجموعة، وإن شاء الله القادم أحسن. كابتن حيدر، لمن تعزو أسباب الرتم البطيء وإيقاع اللعب وتبادل يعني الكرات باستمرار في المناطق الآمنة من دون إيجاد الحلول يعني بشكل فعال نحو مرمى المقابل؟ عزيزي بلال، يعني انت يمكن قريب ايضا على الدوري العراقي، هاي كلها منقوله من الدوري العراقي. احنا الطابع الفني في الدوري العراقي غير جيد، وخصوصا انت في الفرق الجماهيريه التي يمكن دائما انا اتكلمها وانا احد محللين يعني في احد القنوات، دائما اعطي للاعبينا في الدوري المحلي وخصوصا في الانديه نقول احنا المصدره والمستيده على الدوري العراقي، هذا راح ينعكس على المنتخب العراقي، وهذا ما حصل. انا كنت اتمنى كمدرب كابتن صار لفتره كبيره المفروض انت الصحح من هذا الاسلوب او التدوير البطيء والتنقل بالكره، وكل لاعب يمكن اذا مو في 20 الى 25 ثانيه يزم الكره ما يقدر ينطي، هذا خطا شائع. استغرب ايضا من اللاعبين احنا نقول المحترفين اللي كانوا هم في دول اوروبيه ودول اسيويه، يعني نفس الاسلوب، المفروض يكون هناك قائد عندنا ميداني في الساحه يقدر يوجه، لان المدرب خلص دوره داخل الساحه، لكن ايضا ما عندنا حد قائد ميداني بداخل الساحه يقدر يضبط الفريق، يقدر يقود الفريق، لان قلت لك المدرب ما يقدر يتدخل. كابتن، يعني بخصوص اعتماد كاتانيتش بزج مهاجمين 2 بالمباراه، بعدها انت تعلم اخرج احد المهاجمين والعوده الى مهاجم واحد، يعني هل ترى ذلك صحيا للمنتخب؟ هو يعني احنا كنا متفقين انه يلعب، وانا قلت لك تمنيت ان يكون ايمن مع ميمي، لان قلت لك تكتل دفاعي كان جيد، تنظيم دفاعي جيد لهونغ كونغ،
اللي اختلف يعني انت شركه محمد داوود اللي هو كان بالمباراه الاولى ما مشترك كلاعب اساسي صح يعني بالهيز زين لكن قصير القامه. كذلك انت من تلعب اثنين على اطراف يعني اللي هو محمد قاسم اللي كان يمين على جهه اليمين وهمام ايضا على جهه اليمين لان اضعف جهه في كمبوديا، لكن اين الكرات العرضيه؟ اثنيناتهم قدمهم باليسار يجي في الكره ويرجع لازم باليسار، هذا بالاثناء انت تنظيم الدفاعي للكمبوديا كذا اقول عفوا هنكب ينظمه الهدف. شوف حتى اللي اجى ما رفعت كره الميمي طوال الشوطين ما رفعت كره الميمي ولا محمد داوود على ضربات الرأس، قلت لك احنا ضربات الرأس جيدين حتى المدافعين حتى الحالات الثابته سوى يمكن كره واحده اللي لعبها بشار باسلوب حلو ليس الكره باتجاه الجول وانما نقول احنا لعبها شلون نقول باراشوت يعني هاي اللي احنا نتمناها حتى اللاعب ميمي يقدر بالثلاثي وهذا ما حصل. ميمي المفروض كان يلعبها بالزاويه البعيده الكره الوحيده الميمي صح ميمي ما ظهر بالمستوى لكن من اللي وصل الكره حتى من جهة اليسار يعني ما وصفوا الكره يعني هذا احنا بدنا نفتخر لهذا الشيء. اللاعب اللي الوحيد او الاوحد بالمنتخب العراقي اللي هو بشار كميسي في برشلونه لازم الكرات ميسي لان هو اللي يلعب ايضا المنتخب كله يجي يوصل الكره لبشار وبشار لازم هو اللي عنده الحلول الفرديه. انت ميسي كبد دفاعي من الصعب يخترق بشار ومصعب اي لاعب يلعب كره بينيه نادر ما نادر اذا تيجي تلعب كره بينيه لازم تجود بالشكل السريع وتغير من اسلوبك ليس الشكل البطيء لان المدافع قدامك مراقبك. احنا هذا يعني عده نقاط يعني وجدت لكن قلت لك انا ما اقدر اتكلم لان احنا مصدرين اللاعب العراقي لان اعرف اني ومتعايش ويا اللاعب العراقي. قلت لك هي ثقافته محدوده للاسف والفكر المحدود. انت المفروض اني العب قوه وبنديه وبثرى اعتبر فريق هونغ كونغ فريق ايران وشو راح يختلف في اسلوبه كله راح تنبه راح تقول ليش المنتخب العراقي ظاهر امام ايران بمستوى جيد بروحيه بقوة بكل شيء وإرادة ليش من المباراتين السابقة وهذا راح نشوفه أنت خير دليل. طيب كابتن مع منتخب إيران أيهما يجدي نفعا اللعب بمهاجمين أم بمهاجم واحد؟ يعني لتكون الأفضلية كما تعلم للخطوط الأخرى مثل تقوية خط الوسط، يعني لربما المهاجم الواحد ينفعنا أو مهاجمين بحسب وجهة نظرك الفنية. عزيزي بلال يعني تكلمت أيضا سابقا الأسلوب المنتخب العراقي اللي كان يلعبه بالسابق اللي هي 4-2-3-1 أو 4-5-1 اللعب بمهاجم واحد واللعب بالكرات الطويلة إلى ولا ينفع الجدوى يعني مع الفرق مثل إيران وفرق بحرين أو إمارات والفرق نقول إحنا الكبيرة ممكن ينفع مع الفرق اللي أدنى مستوى. لكن من أمام إيران فريق اللي يضم أغلب اللاعبين ويمكن أفضل منطقة عنده في الوسط والهجوم يجب أن تلعب أنت بكتلة دفاعية في الوسط وفي المنظومة الدفاعية وكذلك من خلال أسلوب 3-5-2 3-5-2 الكل تعرفه هي قوتها بالوسط وضعفها بالجانب. أنت عندما تلعب 3-5-2 أنت أمنت الوسط والدفاع أكيد. المنتخب الإيراني عنده أظهرة دائما يشتغلون يعملون لكن من يلعبوا مهاجمين اللي هم ميمي وأيمن أو ميمي مع أي واحد وأعتقد هو ميمي وأيمن حيحدد من حركتهم نعم حيحدد من حركة الظهيرين راح طبعا أكيد يحدد من عدم ظهور أو صعود نقول إحنا الظهيرين الإيرانيين يعني إيران إذا خسرت في هذه المباراة ما راح يتأهل إلى التصفيات النهائية وهاي صعبة على منتخب إيران أكيد يمكن هالأول مرة لم يتأهل إلى التصفيات النهائية وحتى التعادل ممكن ما يسعفه فأكيد راح تكون حذرة في الدفاع لكن قوية في الهجوم وفي الوسط. ما راح يستعجلون المنتخب الإيراني لأن يعرفون المنتخب العراقي نت قوي وفريق فاز عليه في المرحلة الأولى فريق عراقي أيضا يعرفون في المباراة الحاسمة ويكون أكيد هناك تطلع من الشعب العراقي وأكيد حتى الدول القريبة بفوز المنتخب العراقي على إيران الكل يمكن راح تعرض أو تهدي مكافآت في حال الفوز في حال تسجيل الهدف هاي كلها موجودة الآن. رغم ذلك أنا أتمنى يعني على المنتخب ووصلت لهم أنا رسالة من خلال أحد الأشخاص أن الفوز هو فوز الجميع ليس الفوز كلاعب واحد. أنت من تفوز راح عائلتك راح تفرح بك هذا التاريخ راح تدخلوا أنتم بدخول إلى تصفيات كأس العالم والصعود إلى كأس العالم لأن التصفيات النهائية مثل ما يعني عرفناها يمكن راح تصير مجموعتين يعني أسر فرصة لصعود كأس العالم 6 فرق يعني يجي فرصة بعد لازم احنا ما اعرف شو اقول لك نسوي المستحيل في سبيل ان احنا نتاهل الى كاس العالم. اذا كابتن حيدر تجد بان 3-5-2 يعني هو هذا الاسلوب اللي يعني اللي ينفعنا امام منتخب ايران يعني اعتقد احنا حتى المباراه الاولى معاهم بالاردن لعبنا بنفس الطريقه. هذا يعني هذا الاسلوب تقريب عليه شنو اخ بلال الاسلوب احنا لعبناه طوال يمكن انا بالمنتخب
14 13 سنه نفس هذا الاسلوب 53. انت ب 53 قلت لك ثقافه اللاعب العراقي محدوده، قائد ميداني ما عندنا بالساحه، يجب ان يكون شلون عندك بلاي ستيشن انت وتلعب توجه اللاعب روح على اليمين ازم هذا الخصم ابو الوسط تعال احنا هيك صار اللاعب ما ادري يمكن من ظهر هذا البلاي ستيشن احنا هذا الطامه الكبرى انت بس من تلعب 3-5-2 تحدد الواجبات الليبرا اللي هو قشاش نقول احنا المساكين يمين يسار المساكين يمين يسار هم اكيد راح يكونوا المساكين المهاجمين الاظهره اكيد للدفاع تحدد الواجبات احنا اما بالأربعة خمسة واحد ممكن اثنين نقول احنا في داية اثنين يقودون الساحة او اثنين يقدمون مستوى لكن البقية ضايعين يعني انت امجد لولا امجد وجوده بالوسط احنا ممكن يمكن كان بالتصفيات يمكن ما نطلع احنا بهالنتيجة او مصدرين يعني عذر احكيك لان امجد الوحيد اللي يربط حلقة الوصل بين المهاجمين وبين الدفاع وشوفه في اي منطقة خطرة بالدفاع يكون امجد موجود فهاي صعبة انت على عكس بقية اللاعبين ممكن يهاجم البعض من اللاعبين ما أدري أذكر أسامي يعني على حساب الدفاع البعض يفكر بس يدافع ما يهاجم كرة القدم هي جماعية لكن بالثلاثة خمسة اثنين قلت لك تحدد الواجبات يعني حتى إذا اشترك مثل مدافع اليمين أكو يجي الليبرا اللي يغطي بوكانا يرجع المساك والمساك الآخر طيب هذه وقفة مع انطباعات مختلفة نتابع ولا نعود خليكوا يا كابتن اللهم الأداء اللي ظهر بمنتخبنا الوطني لكن الحمد لله الأهم هي الثلاث نقاط والنتيجة إن شاء الله نعول على منتخبنا الحصد الثلاث نقاط أمام المنتخب أو التعادل من أجل التأهل كبطل للمجموعة وننسى علينا أن ننسى كشعر رياضي أن ننسى هذه المباراتين اللي خلصت أمام هونكر وكمبوتيب وإن شاء الله التأهل لمنتخبنا الوطني كابتن حيدر من خلال المعطيات الواقعية وبعيدا عن العاطفة والمشاعر الوطنية أريد توقعا فنيا ومنطقيا ماذا تتوقع لمباراتنا أمام إيران؟ توقع والله يعني بعيد عن العاطفة يعني أقول لك منتخبنا سوف يظهر بنقول حلة جديدة إحنا غير عن المباراتين السابقين قلت لك لأن أعرف اللاعب العراقي وأعرف مباراة إيران شنو تعنيهم بالنسبة لهم. فأعتقد يعني وكل ثقة بأن المنتخب العراقي قادر على تجاوز منتخب إيران في هذه المباراة إن شاء الله. كلمة أخيرة كابتن. شكري وتقدير طبعا لحضرتك على هذا البرنامج والأسئلة الرائعة والمفيدة كذلك أتمنى على كل لاعب عراقي وكل شخص موجود في البحرين بالوفد العراقي أن يخلي أمانة في أعناقهم انتظار الشعب العراقي لفرحة الفوز على المنتخب الإيراني والتأهل إلى التصفيات النهائية تحياتي لك أخ بلال وإلى كل الأخوان الموجودين في الاستوديو طبعا شكرا للكابتن حيدر محمود نجم المنتخب الوطني ونادي الزوراء السابق الذي كان معنا عبر السكايب من مدينة دهوك في شمال العراق شكرا جزيلا له مشاهدينا يعني من خلال ما أسفرت عنه مباراتي كمبوديا وهونغ كونغ من مستوى فني لمنتخبنا لا يمكن أمام هذا الأداء التعامل بأسلوب الدبلوماسية والمجاملة بتلوين الحقائق لكن هذا لا يعني أننا نبتعد عن التشخيص الهادف وإيجاد الحلول المناسبة مع الخبراء والمختصين لخدمة مسيرة المنتخب بالنهاية نؤمن بإمكانات لاعبينا ونؤمن أن المثابرة والاجتهاد والثقة والقدرة على احتواء الموضوع واللعب بأريحية تامة كفيلة بعودة لاعبينا إلى أدائهم الحقيقي وبالتالي دحرهم للمنتخب الإيراني وإلحاق الهزيمة به والوصول إلى بر الأمان على الموعد نلقاكم بإذن الله هذه تحياتي بلال بدع مع السلامة